لجأت السيدة سونيا الشعابني أثمنت حمادي بن عرب إلى أحد أصهارها وأعلمته أن الإعلامي سمير الوفي يماطلها منذ سنتين بعد أن مكنته من مبلغ مالي نقدا قدره 600,000 دينار وشيك بمبلغ 200,000 دينار، وما زال يطلب النجير لاستخراج الفريدين الخمور، علما وأنه من جملة ممتلكات زوجها المرحوم توجد حانة ومخبزة. وقد تعطل نشاط الحانة بموجب وفاة الزوج، لأن الرخصة في هذه الحالات لا توافق على العائلة إلا استخراج الثالث من ابن محمد بن عرب. ولم يكن سمير الوافي محظوظا، بعد أن وعده وزير الداخلية السابق محمد ناجم الغرسلي بتنفيذ طلبه إلا أنه وقع إعفاؤه من مهامه. لم يتجاوب المدير السابق للأمن الوطني عبد الرحمن بالحاج علي مع سمير الوافي، الذي بدوره أمطره بوابل من الانتقادات الذي في برنامجه لمن يجرؤ فقط. تحرك صهر سنيا الشعابي بعلاقاته الخاصة وأعلم يوسف الشاهد بالموضوع، فقام بإصدار أمر بالتحجير الصفري على المظنون فيه، الذي وقع في كمين الحصول على مبلغ 50,000 دينار نقدا من ضحيته، لتنطلق بعد ذلك قضية ما زال الرأي العام يتابعها عن كثب. ومن جهته أعلن شكيب درويش محامي الإعلامي المسجون سمير الوافي أن تهمة الرشوة غير ثابتة على موكله وستسقط، وأضاف في تصريح له يوم السبت 24 جوان 2017 أن التحيل أيضا تهمة غير ثابتة، مشيرا إلى أن موكله تلقى 800,000 دينار كسلفة، وأنه لم ينكر ذلك وتعهد بإرجاع المبلغ فور التسوية وفق تعبيره. وجدير بالذكر أن الشاكي اختارت التتبع الجزائي في محاولة للضغط أكثر وضمان استرجاع المبلغ المالي، وهي حاليا ترفض أي محاولة للصلح وتتمسك باسترجاع كامل المبلغ بصفة فورية. شكرا على المتابعة، لا ننسى الاشتراك.